في موضوع آخر، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ديفيد فيشر اليوم بالرباط أن الملك محمد السادس أرسى أسس شراكة وثيقة جدا مع الولايات المتحدة، وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن فخره واعتزازه بالعمل في بلد وصفه بأنه واحد من أروع وأجمل البلدان والأكثر ضيافة في العالم، مذكرا بأن المملكة تعد فضلا عن ذلك أحد أهم وأقدم أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف فيشر أنه مقتنع 100% بأن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس القادم جو بايدن ستعين شخصا مؤهلا للغاية لشغل منصب السفير، وأن العلاقات الثنائية ستنمو وتزدهر كما كان عليه الأمر خلال أكثر من قرنين من الزمن. وعن دعم الولايات المتحدة للمغرب في مواجهة جائحة كوفيد-19، ذكر المتحدث نفسه بأن الحكومة الأمريكية استثمرت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 9.5 مليون دولار في مواجهة المغرب لوباء كوفيد-19. وأبرز فيشر أنه على الصعيد الأمني، وهو موضوع أصبحت فيه الرباط وواشنطن شريكين أكثر قربا، ووقع البلدان في أكتوبر 2020 على خريطة طريق لمدة 10 سنوات تحدد التعاون في مجال الدفاع.